شوف حلو. أبي أقول لك شغلة، يعني المتشددون والمتطرفون يحاربون الفنون لأن الفنون ترقق القلب، الفنون تنشر المحبة، الفنون تستوعب كل الاختلافات، الفنون تقرب بين الناس، فالفنون تفتح القلب، الفنون تفتح العقل، فصعب جدا السيطرة على العقول لما تكون منفتحة، صح نعم. ولا لا؟ صحيح. إيه، فعشان كذي اللي عنده أجندة سياسية، هم ينظرون لها نظرة شرعية، يعني ما ينظروا لها بهالشكل. لا لا لا، ما هو السيطرة على العقول، السيطرة على العقول تتم بهالطريقة هذه، إن الإرهاب والتخويف من كلمة رقص، إرهاب وتخويف، هذا ترى الكلام اللي قاعد تقولونه هو نوع من أنواع الإرهاب الفكري. يعني الإرهاب لا عدة أسلحة وعدة أوجه، صحيح، هو مو بس إرهاب بالتفجير أو هذا، هم هناك شيء اسمه إرهاب فكري. صحيح. لما أنت تيجي تخوفني بوديك النار أو الله يوديك النار، من قال؟ من عنده في تفويض؟ من اللي فوضك؟ عطني التفويض مال الله، الله ما أعطيك تفويض؟ لا طبعا، هذا يعني هذا شيء بيت رب العالمين. لا، النار والجنة بيت رب العالمين. بالضبط، هاي الشغلة بين العبد وربه. زين، مو أنت اللي تحكم منه يدخل النار ومنه يدخل الجنة. قد يكون مسيحي أو بوذي أو هذا، ممكن مو من قال احتكار يعني الجنة امرأة سقت قط، ليش احتكار الجنة لفئة معينة من هذا؟ معقولة الله خلق كل هالبشر عشان يقول بس المسلمين هم اللي؟ مو صحيح. الجنة والنار بيد رب العالمين، أكيد بيد رب العالمين، بيد اللي يعمل عمل الله. هم ينظروا لها من جانب هذا شرعي. حكاية هذا الخطاب الديني المتشدد الذي يقصي الآخر يجب أن يقف عند حد.